السلام عليكم. طلع محاضرتنا اليوم هي عمليات تشكيل المعامل. راح ناخذ اليوم نظرة عامة على عمليات تشكيل المعادن. عمليات تشكيل المعادن وهي العمليات التي تجري على أنواع المعادن المختلفة لغرض تشكيلها تحت تأثير القوى الميكانيكية كالشد أو الضغط دون الحصول على فقدان في حجم أو وزن القطعة المشكلة، ويستفاد من عمليات تشكيل المعادن بتحسين الخواص الميكانيكية للمعدن مراد تشكيله. كذلك تكون هذه العمليات في الغالب مصحوبة بتأثيرات حرارية على المادة، ويقسم تشكيل المعادن إلى التشكيل اللدن للمعادن على البارد، كذلك إلى التشكيل اللدن للمعادن على الساخن. ويمكن تعريفها أيضا على أنها عمليات تشكيل ميكانيكي التي تحتاج أو تستخدم قوة ميكانيكية مثل الشد أو الضغط إضافة إلى الحرارة من أجل تشكيل المعادن بأشكال مختلفة وبدون خسارة في حجم أو كمية المعدن. إن عمليات التشكيل الميكانيكي لا ينتج فيها رايش مثل بقية عمليات التشغيل مثل الخراطة والتفريز. تعتمد هذه العمليات على عدد من العوامل الخاصة بالمعدن المشكل، كذلك تعتمد على ماكينات التشغيل ومنها لدونة المعدن المشكل، وتعني قابلية المعدن للخضوع للقوى المسلطة عليه من أجل تغيير شكله، بالإضافة إلى كفاءة ماكينة التشكيل حيث يجب أن تمتلك كفاءة عالية لغرض توفير الكفاءة المطلوبة التي تنعكس على جودة الجزء المشكل. كذلك يمكن أن تكون خواص عدة التشكيل عالية، حيث يجب أن تكون عدة التشكيل تمتلك صلادة ومتانة أعلى من المعدن المشكل. أما بالنسبة للقوة المسلطة في عملية التشكيل، وهي القوة التي تسلطها ماكينة وعدة التشكيل على المعدن، والتي يجب أن تكون كافية لإيصاله إلى الحدود اللي دونه، وبالتالي الحصول على الشكل المطلوب. يكون سلوك المعادن في عمليات التشكيل in the plastic region، بحيث يكون سلوكها تحت تأثير المعادلة المنحني اللي هي علاقة الستريس مع السترين اللي هي سيجما كوال كي إبسلون أس إن، كما توضح في الشكل التالي. ستريس سترين كيرف، وهنا نرسم الستريس مع السترين ونرى أن المعدن يكون في منطقة التشوه اللدن، حيث تحكمه العلاقة اللي هي ستريس إكوال كي إبسلون أس إن، بحيث نحتاج إلى طاقة تجعل المعدن المراد تشكيله يصل إلى التشوه اللدن. كما أن درس حرارة أثناء عملية التشكيل فإنها تنقسم إلى ثلاثة مديات اللي هي الكولد ووركينج والوارم ووركينج والهوت ووركينج. كما مبين في الشكل رقم 3-3 فإن التي اي تمثل الأمبيينت تمبريتشر أو الروم تمبريتشر، كما أن التي ام تمثل الوركينج ميتال ميلتينج تمبريتشر. Cold working عمليات التشكيل على البارد، يتم التشكيل المعادن على البارد بعد تسخين المعدن إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الانصهار للمعدن، أي دون أن يتمكن المعدن من إعادة ترتيب أو تكوين بلوراته. وأن أهم مساوئ هذه العملية هو تشوه البنية الداخلية للمعدن، بالإضافة إلى أن أحد امتيازاته هي زيادة صلادة المعدن، وأن تصلده يجعله قليل المقاومة للصدمات، بالإضافة إلى أن عمليات التشكيل على البارد تجري في درجة حرارة الغرفة أو في درجة حرارة قريبة منها، تسمى بعمليات تشكيل على البارد. وبصورة عامة فإن بالإمكان تشكيل المعادن على البارد في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة، حيث أن الحد الفاصل بين التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن هو في درجة حرارة إعادة التبلوى التي تكون عادة ولمعظم المعادن أعلى من درجة حرارة الغرفة. يتميز التشكيل على البارد بعدد من المميزات التي تؤهله التنافس مع بقية عمليات التشكيل، وهذه المميزات هي: يسبب التشكيل على البارد ارتفاعا في الخواص الميكانيكية مثل الصلادة والمقاومة ومقاومة الشد، وانخفاضا في خواص أخرى مثل المطيلية. تتميز المنتجات المشكلة على البارد بإنهاء سطحي ومظهر خارجي جيد. كذلك يمكن التحكم بصورة دقيقة في أبعاد ومقاسات المنتجات المشكلة على البارد، لذلك فإن عملية التشكيل على البارد تستخدم أيضا كمرحلة نهائية لتشكيل المنتجات المشكلة على الساخن.
أما بالنسبة لديس أدفانتج لعمليات تشكيل على البارد، فبسبب وجود الأحمال العالية على المعدات، فيجب استخدام معدات تكون ذات قوة وصلابة عالية، وهذا يزيد من تكلفة الآلات المستخدمة. مع زيادة صلابة المعادن أثناء تشكيلها على البارد، فإن مطيتها تكون أقل، مع أن العمليات التشكيل على البارد تكون محدودة الاستخدام. بالإضافة إلى أن بعض المواد أثناء تشكيلها على البارد نحتاج إلى قوة إضافية، وهناك بعض المواد لا يمكن تشكيلها على البارد. أما بالنسبة للوارم ووركينج والهوت ووركينج، فإنها تعتبر من عمليات التشكيل على الساخن، بحيث يتم تشكيل اللدن للمعدن عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة، وحسب نوع المعدن المراد تشكيله، وحينها يتمكن المعدن من إعادة ترتيب وتكوين بلوراته خلال وبعد عملية تشكيل مباشرة. وأن أهم مساوئه هو عدم الحصول على الدقة المطلوبة في الأجزاء المنتجة بهذه الطريقة، كما أن عملية التشكيل على الساخن أو التشوه اللدني الدائمي الذي ينتج في المعادن نتيجة تأثير قوة أو جهود عليها وهي ساخنة، حيث تكون درجة حرارتها دائما فوق درجة حرارة الغرفة بمقادير تختلف باختلاف المعدن والسبائق قيد التشغيل. وهنا نميز بين التشكيل على الساخن والتشكيل على البارد، حيث يستند على درجة حرارة معينة وخاصة بكل معدن أو سبيكة، والتي تسمى بدرجة حرارة إعادة تبلور، وتتراوح هذه الدرجة بين نصف أو ثلث درجة حرارة انصهار هذا المعدن أو السبيكة. وتمتاز بعض المعادن بكون درجة حرارة إعادة تبلورها منخفضة جدا ومقاربة لدرجة حرارة الغرفة أو حتى أقل. لذلك فإن هذه المعدن لدى تشكيلها بدرجة حرارة الغرفة يعتبر تشكيلا على الساخن. وكمثال على هذه المعادن هو الرصاص والقصدير. ويمكن القول بغض النظر عن الحالات الشاذة، فإنه كلما كانت درجة انصهار المعدن عالية، كلما ارتفعت درجة إعادة تبلوره. أما بالنسبة للأدفانتج لعمليات التشكيل على الساخن، فيمكن إيجازها بما يلي: الطاقة الضرورية للتشكيل على الساخن أقل بكثير من الطاقة التي يتطلبها التشكيل على البارد. كذلك يطرأ تحسن على بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعدن المشكل على الساخن، حيث تتحسن المطيلية ومقاومة الصدمة، إضافة إلى التحسن في مدى التجانس داخل بنية المعدن. كذلك يساعد التشكيل على الساخن على التخلص من بعض عيوب المسبوكات الأولية مثل الفجوات والمسامات الغازية والتي تلتحم نتيجة درجة الحرارة العالية والضغط المستعمل أثناء عملية التشكيل. أما بالنسبة لديس أدفانتج في عمليات التشكيل على الساخن، فإن البرودكت تكون سطوحها ساخنة، وبالتالي فإن عملية تأكسدها تحدث بسهولة، بالإضافة إلى صعوبة السيطرة على أبعاد ومقاسات المنتجات نظرا للتمدد الحراري الناتج في المشغولات قيد التشكيل على الساخن، بالإضافة إلى محدودية التحسن أو التطور في الخواص الميكانيكية للمعادن قيد التشكيل. أيضا فإن معدات التشكيل التي تتعرض لدرجة حرارة عالية أثناء العمل سوف تستهلك بسرعة. من أهم عمليات التشكيل اللي هي عندنا الدرفلة، الحدادة، البثق، بالإضافة إلى عملية السحب كما يوضحها في الشكل رقم 3-6. نلاحظ أن الشكل رقم A يمثلنا الدرفلة، والشكل B يمثلنا الحدادة، والشكل رقم C يمثلنا البثق، كما أن الشكل رقم D يمثلنا السحب. إن من أهم أنواع عمليات التشكيل هي ذرولينج الدرفل، وهي عملية تشكيل المواد بتمريرها بين أسطوانتين، كل أسطوانة تدعى رولر أو درفيل، يدوران عكس بعضهما بعد تحضير الشكل المراد صناعته. وقد يحدث تقليل في سمك المعدن وزيادة طول وعرض القطعة المشكلة بواسطة هذه العملية، وتتم على البارد أو على الساخن. أما العملية الثانية هي الفورجينج الحدادة، تتم عملية الحدادة بتسخين المعدن إلى درجة حرارة معينة بحيث تكفي هذه الدرجة لأن تجعله ذا لدون تكفي لتغيير شكله، وتعتبر من عمليات التشكيل على الساخن، وتسمى المنتجات المشكلة بواسطة عملية الحدادة بالمطروقات. أما بالنسبة للعملية الثالثة هي الإكستروجن اللي هي البثق، وفيه يجبر المعدن على الخروج من خلال فتحة ذات شكل يماثل المحيط الخارجي للجزء المطلوب إنتاجه. أما العملية الأخيرة هي دراونج السحب، يتم فيها اختصار مقطع المعدن
أو سمكه وزيادة في طوله، وذلك بواسطة سحبه خلال فتحة السحب الذي يكون قطرها الداخلي أصغر من قطر المعدن المراد سحبه.